رفض الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، وقرر بدء الاستعداد لمواجهة MP المقرر لها السبت المقبل، وهي المواجهة التي يراها الجهاز الفني في منتهى الأهمية، خاصة بعد تحسن أداء الفريق البترولي منذ تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق. يأتي هذا بعد أن واصل الأهلي مسلسل انتصاراته وحقق فوزا مهما على حساب المصري البورسعيدي بثنائية دون رد أمس، وذلك باستاد برج العرب في الأسكندرية. سجلها المغربي وليد أزارو ووليد سليمان، ورفع حامل اللقب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وله 4 مؤجلات، بينما تجمد رصيد المصري عند 22 نقطة في المركز الثاني.